تولدت محبة النبي في قلب الإنسان بيصير هو يطاوع النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا اليوم بحاجة نعرف حياة النبي وقصة النبي وشكل النبي ووصف النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنا بستغرب إنه مسلم ابن مسلمين وبحب النبي وبيعرفش وصف النبي. يعني لازم يكون في صورة ذهنية ببالك، لازم يكون في صورة لما تغمض عيونك أنا كأني أرى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كيف بتيجي هاي لما أقرأ عن وصف النبي عليه الصلاة والسلام وكيف هيئة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنظر إلى وضاءة جبينه صلى الله عليه وسلم، وأنظر إلى عنق النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مسكوب من فضة، وأنظر إلى انحناء في حواجب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان نوني العينين عليه الصلاة والسلام، أنظر إلى دقة في أنفه وإلى حمرة في شفاهه وإلى بياض في أسنانه، إذا تبسم النبي فكأنما اللؤلؤ والمرجان في فمه الشريف، وإذا عرق النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما يتصفد عنه الجمان عليه الصلاة والسلام، إذا أقبل من بعيد كان طوله يطاول الرجال ربعة بينهم، كان يمشي هونا، لحيته عليه الصلاة والسلام سوداء اللون فيها لمعة من نظافتها. لازم أتخيل النبي عشان أحبه.